هو معانا دلوقتي على التليفون بقى، كلميه وقولي له انت بنفسك ولا ما قلت ولا قلتي له قبل كده؟ لا هو اكيد عارف. اكيد عارف. اكيد. ازيك يا كابتن؟ كابتن وليد علي معانا على التليفون. اهلا بيك يا كابتن. اهلا ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد اهلا لله. بحضرتك كابتن وليد. سمعنا؟ تابع حضرتك. انا طبعا بحييك على النجمه اللي معانا النهارده، نجمه النادي الاهلي واللاعيبه الكبيره، بس عايزه اتكلم مع حضرتك عن فكره الدعم كمان على مستوى الاسره، يعني يمكن اكيد ده الدور الاكبر اكيد في حياه ندى، فممكن حضرتك تكلمنا عنه ازاي؟ يا فندم احنا طبعا انا كنت بلعب فولي والمدام بتلعب فولي وعمها بيلعب فولي وخالتها بتلعب فولي واخوها بيلعب فولي. فمن واحنا صغيرين طبعا اتربينا على الرياضه، فكان كل اهتمامنا ان اولادنا يطلعوا رياضيين برضو. كنا بنهتم جدا ان هم يروحوا النادي ويمارسوا نشاط رياضي ويكون ليهم نشاط اجتماعي، وعارفين ان اهميه الرياضه جدا للفرد ان هو يطلع انسان صالح في المجتمع. طبعا. وبالتالي كنا دايما بنديها الدعم ان احنا نروح. والدتها طبعا كانت بتهتم جدا انها تروح معها التمارين وتحمسها ونحمسها ونروح معها الماتشات ونصور لها الماتشات ونتفرج على نفسها عشان خاطر انها يعني تحس باهميه الرياضه. والحمد لله برضو وفقنا ان احنا بعد نادي الطيران نوديها النادي الاهلي، وده نادي كبير، نادي بطولات، ادها ثقه وكيان كبير دوت ساعدها على تكوين شخصيتها. الحمد لله نأمل يعني انها تكون بقت كويسه. وربنا يكرمها ان شاء الله، ان يعني المستقبل لسه قدامها كبير وربنا يوفقها ان شاء الله. ممكن نعرف منها بعد المكالمه دي اللعبه اثرت عليها ازاي او اضافت لشخصيتها ازاي، بس عايزه اتكلم مع حضرتك عن فكره بقى، هي نشات لقت باباها بيلعب اللعبه دي، كنت حريص على ان انه حضرتك يعني لازم بنتي لازم ابني يلعب نفس اللعبه اللي بلعبها، ولا هي جت كده فبتشوف باباها فالموهبه يعني اكتسبتها؟ هقول لحضرتك. هو انا طبعا انا كنت لعيب منتخب مصر ان شاء الله وكنت كابتن نادي الطيران، فكنت باخدها معايا التمارين بصراحه في الصاله بتتفرج على اللعبه فيها بالعافيه يعني. مش عايز يقول يعني انا جبرتها عادي. تمام. فهي حبت اللعبه من المنطلق دوت. ويعني هي طبعا بقول لحضرتك الاسره كلها بتلعب فولي، فما فيش مجال انها تختار لعبه ثانيه يعني. ومامتها كمان؟ ومامتك كمان والله؟ جامده جدا. بتلعب في مركز ثلاثه. ده ثلاثة مركز ايه؟ ثلاثة يعني بيعمل ايه ثلاثة؟ المفروض يبقى طويل، هما اتنين طوال، انا مش عارفة طالعة لمين يعني. انت؟ هما طوال يعني انا طالعة لمين؟ 166 دي طالعة لمين يا كابتن؟ طالعة لعمها. ربنا يخليها لك. والابن كمان، ابن حضرتك برضو بيلعب نفس اللعبة، عرفت من ندى؟ احمد وليد بيلعب فرقة 19 سنة في النادي الاهلي، والحمد لله حايز على معظم البطولات. زي ندى برضو حايز على معظم البطولات من الناشئين، بطوله القاهره او جمهوريه. الحمد لله يعني طبعا كعادة النادي الاهلي ان هو بيكسب معظم البطولات، ويعني هو يعني الاثنين مع بعض الحمد لله يعني. هي بتبقى في تمرين ترجع تروح، هو بيروح التمرين يرجع يروح كده يعني، بيناولوا بعض كده دوت المشوار دوت يعني للنادي الاهلي يعني. طبعا بس المعاناه عندكم انتوا طبعا يعني، حضرتك ووالدتها اكيد. والدتها اكتر طبعا، لان انا ببقى موجود في الشغل وكده. فلما برجع بيكون المدام بتكون موصله مثلا ندى بالعربيه وكده. وبترجع ساعات تسيب لها انا العربيه بتاعتي، ساعات احمد ياخدها يعني، بس المدام اكتر واحده هي بتتعب في الموضوع ده يعني بصراحه. ربنا يخليه لكم يا رب. وبعدين انا كمان عايزه اتكلم في فكره انه الدعم ده مش بالسهل يعني، مش بسهوله جدا. احنا بنتكلم كده مامتها كانت بتوديها، انا برجع مش عارف بكمل الدور، احنا بنتكلم كده، بس اكيد المسؤوليه كبيره جدا جدا على حضراتكم حتى اكتر منهم في فتره الكورونا تحديدا، وبنتكلم عن يعني فترة استثنائية أكيد بكل المقاييس. تمام. كانت أكيد صعبة كمان عليكم كابتن وليد، صح؟ لأنك في بطولات مثلا، في تمرينات اتلغت، في لعبة اتلغت، في البطولة العربية كانت المفروض تتلعب في شهر واحد، مش كده بتقولي لي؟ أفريقيا اللي فاتت برضو اتلغت. أفريقيا في شهر 4 أو 3 اللي فاتت اتلغت برضو عشان الكورونا. ده أثر بقى على لعيبة زي أحمد وزي ندى إزاي؟ حضرتك طبعا هم كانوا قاعدين مريحين طبعا في البيت، الموضوع مش حاجة.
ما بيعملوش حاجه. اه بس طبعا انا عندي بعض الاجهزه اللي موجوده في البيت، كويس. كنت بحاول ان انا اخليهم يتمرنوا عليها شويه، يعني بسيط يعني، يعني بحاول اقنعهم يعني ان هم يتمرنوا شويه. تقنعهم. حلوه الكلمه دي. لا انا احمد اخويا يتمرن يعني، هو بيقعد. لان هم تقريبا معظم الوقت كان عندهم يعني مذاكره وكده. تمام. والمعين هي الفتره ما طولتش حضرتك، هي الفتره كانت قليله ورجعوا تاني التمرين، والمدربين يعني عرفوا يرجعوهم بسرعه للمستوى اللي هم كانوا فيه قبل ما يحصل كورونا يعني. بيساعدوكي في الدراسه باباكي ومامتك؟ اه طبعا. طبعا انا مفلسه بابا بسبب الدراسه والله. لا طبعا بيساعدوني من ساعه من المدرسه لحد الجامعه. طبعا. اكتر نصيحه حضرتك دايما حريص على انك توجهها لندى بتكون ايه؟ اول حاجه انها تبقى قريبه من ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يكرمها طبعا في مشوارها الرياضي، تسمع كلام مدربها كابتن حمدي الصافي طبعا، لان هو ليه فضل كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى عليها. يعني دايما تحط يعني الهدف الاساسي بالنسبه لها انها يعني تكسب معظم البطولات اللي بتخشها عشان تعمل تاريخ ليها، سواء في النادي او المنتخب، لان هي في النهايه حضرتك الرياضه الانسان بيبقى في فتره بيلعب فيها رياضه وبعد كده بتنتهي بيخش في مرحله تانية في حياته، فكل مرحله سواء اذا كان هو ناشئ او رياضي على مستوى مثلا دولي بيلعب في نادي زي النادي الاهلي، المراحل ديت لازم يحاول يحقق فيها اقصى حاجه ممكن يوصل لها عشان يقدر بعد كده دوت ان هو المشوار دوت اللي هو حققه ان هو ينقله تاني لولاده، والدنيا الحاجه هتستمر ان شاء الله. صح. انا بشكرك جدا جدا، وتحياتي لوالدة ندى كمان، وشكرا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد علي طبعا احد نجوم لعبة الكرة الطائرة، شكرا جزيلا ليك.